هذه الحلقة برعاية أريدو. السلام عليكم. جنون الثواني الأخيرة، ولا أقول الدقائق الأخيرة، نعم في الثواني الأخيرة، تونس والجزائر في نصف النهائي العربي الكبير غدا السبت. أجمل سيناريوهات ممكن تشوفها في حياتك حصلت في نصف نهائي كأس العرب. بطولة كأس العرب فيفا 2021 أعلنتها صريحة ومن دون شك في ذلك ولا قيد أنملة. فكأس العرب فاقت فنيا كأداء كروي وتنظيميا من قبل دولة قطر وإثارة من ناحية المنافسة المحتدمة على أرض الملعب ولوحات جماهيرية خلابة، فاقت بعض أكبر البطولات القارية دون ذكر أسماء، بس أنتوا عارفين وبتشهدوا. طبعا نتكلم عن النسخ الأخيرة السيئة لهذه البطولة في الأربع نواحي اللي ذكرتها، فنيا وتنظيميا وتنافسيا وجماهيريا. طيب بعد ما تشوف الحلقة على طول رح اربح ايفون 13 برو ماكس. الموضوع راجع لك يا حبيبي، الناس قاعدة بتكسب وانت قاعد تتفرج. بعد الحلقة بتروح تشوفوا حلقة الجديدة مع عملاق التعليق العربي خليل البلوشي، جاء ممثلا عن بلده سلطنة عمان. هل هو رح يربح ايفون ولا رح يخسر؟ الحلقة نزلت اليوم على حساب أريدو قطر في الانستغرام. استمتع في الحلقة وجاوب على سؤالها وادخل السحب على ايفون 13 برو ماكس مقدما من أريدو. رابط حساب أريدو قطر مثبت في الوصف وفي اول والتعليق كمان. يلا الان بدي اشوف 300 الف لايك، اقل من هيك مرفوض ممنوع. هيك حكولي انا ما ليش دخل يا جماعه. واشترك في القناه وفعل الجرس على كل اشعارات لتوصلك حلقاتنا لعندك اول باول. ويلا ندخل في التفاصيل الرائعه. المنتخب التونسي يتاهل الى المباراه النهائيه لبطوله كاس العرب فيفا 2021 بعد فوز دراماتيكي على المنتخب المصري 1-0 في الدقيقه 95. كانت لقطه المباراه، تونس سجلت براس مصريه، عمرو سوليه قائد المنتخب المصري يسجل في مرمى فريقه ويباغت حارس مرماه الشناوي في اخر لقطه ولحظه وجزء من الثانيه من المباراه. أجمل سيناريو ممكن يتخيل المشجع التونسي والأصعب والأكثر مرارة على مشجع المنتخب المصري. نعم تونس تسقط محمد عدنان لأول مرة في البطولة، فبعد 12 توقع صحيح بنسبة 100% فعلتها تونس الخضراء وضربت توقعي بتأهل مصر ووصلت هي للنهائي. قلت في نهاية الحلقة الماضية تونس لن تسلم المباراة لمصر وستقدم مباراة كبيرة وممكن جدا تعملها تونس وتكون غلطة الأولى وهو ما كان. لم أتفاجأ البتة، فالمنتخب التونسي من أقوى وأشرس وأعتى المنتخبات في البطولة. وقلنا في أول حلقة تحليل قبل انطلاق البطولة، قلنا تونس جاءت للبطولة بعدها واعتادها ولن ترتضي إلا اللقب ولا شيء سواه. من تابع لقاء المنتخبين سيشعر مباشرة أن المنتخب التونسي أكثر ثقة وركازة، وخبرة اللاعبين اللي لعبوا في مونديال روسيا وبطولة الأمم الإفريقية لعبت دورا كبيرا، مثل يوسف المساكني وفرجاني ساسي وياسين مرياح والشعلالي والمعز حسن. منتخب ثقيل، الفرص بشكل عام كانت قليلة في المباراة مع أن الندية والإثارة لم تتوقف أبدا على مدار 90 دقيقة، هجمة من هون وهجمة من هون، الكرة لم تتوقف حائرة في وسط الملعب إطلاقا. فرص المنتخب المصري كانت أخطر ووصوله كان أكثر من المنتخب التونسي، بعض هفوات الدفاع التونسي صاحبها رعونة اللمسة الأخيرة عند مهاجمي المنتخب المصري، ما أدى في النهاية إلى أن المنتخب المصري خرج بخفي حنين من دون تسجيل ولا هدف. كان في ارتباك خوف تردد عند لاعبي المنتخب المصري، كان يظهر ذلك بشكل واضح وجلي في اللمسة الأخيرة والأخيرة فقط. هذا الأمر بيظهر تماما في لقطة خطيرة في الشوط الثاني للمنتخب المصري كان ممكن يحسم فيها المباراة، المهاجمين مصطفى فتحي ومروان حمدي. لا مروان مرر لفتحي ولا فتحي ترك مروان يسدد ويكمل ما بدأه، بل خطف من الكرة برعونة وقلة تفاهم وانسجام وإهدار غريب لهدف مصري محقق. هذا هو الارتباك والخوف والتردد اللي بتكلم عنه. المنتخب التونسي كان أثقل من خصمه فنيا، عارف واعي شو بده بالضبط، دارس خصمه أفضل فحجم نقاط القوة ولعب على نقاط ضعف المنتخب المصري. نعم تونس لم تسجل ولكنها ظلت مثابرة وضاغطة حتى نهاية الوقت بدل الضائع بغيت تحقيق الفوز. المنتخب المصري بالعكس في لحظة ما ارتضى الذهاب للأشواط الإضافية، ولذلك دائما بنقول يا جماعة إن كرة القدم تلعب حتى نهاية صافرة الحكم، وعشان هيك المنتخب التونسي في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت الإضافي رايح مهاجم بده يحسم ويخلص. شفت اللاعب المصري مصطفى فتحي اللي ضيع على منتخب بلاده الفوز باللقطة الغريبة؟ عمل أغرب منها وتسبب بخطأ بشع للغاية وصار شكله غريب بعد ارتكابه للخطأ، حس إنه وقع بالمحظور، خطأ ساذج في مكان خطير. سبحان الله كنت أفكر إني الوحيد اللي تفاعل مع اللقطة واكتشفت إنه كثير عملوا مثلي. كنت أقود السيارة وأخي عز الدين جالس جنبي ورايحين لمباراة قطر والجزائر، بقول لعز الدين الآن انتهت المباراة، تابع معي يا عزين هاي اللقطة، صار ولا ما صار يا عز؟ صار ورب الكعبة، قلت له حسمت الأمور الآن، تونس إلى النهائي، الكرة لسه ما لعبت. سبحان الله تماما هذا اللي صار، توقعناها برأس تونسية فكانت بنيران صديقة ومن القائد عمرو سولية، كلنا شعرنا بخطورتها قبل ما تلعب، إلا مصطفى فتحي اللي عمل الخطأ ما عرف ولا حس بفداحة الخطأ اللي وقع فيه. وعلى سيرة اللاعب اللي ما بيحس بخطورة تصرفه وبالمقابل المتابع أو المشجع بيكون عارف، صار نفس المشهد في لقاء قطر والجزائر بس نيجي عليه راح أحكي لكم بالضبط، نفس الفكرة تماما، اللاعب مش مركز
والمتابع متوقع السيناريو ويحذر منه. منتخب تونس فريق كبير يا جماعة ويستحق الاحترام والتقدير، مزيج رهيب بين الخبرة والشباب، الأظهرة رائعة وخطيرة للغاية، الجزيري مهاجم سوبر من طراز عالمي، حنا باع الموهبة صاعدة في عالم النجومية وله مستقبل كبير وهو من اكتشافات البطولة، الحارس المعز أخذ الثقة والأساسية من بعد لقاء سوريا ويثبت نفسه واستحقاقيته للمكان الأساسي، المنتخب فقد قلب الدفاع ولاعب الخبرة ياسين مرياح، ومع ذلك ما شعرنا بغيابه أبدا لإبداع بديله، لا أحد يستطيع التشكيك بأحقية الوصول التونسي للفاينل، مقنع في كل مبارياته باستثناء لقاء سوريا الغريب العجيب. خلونا نشوف شو راح أقطع اليوم، هل اللقب سيكون تونسي أم جزائري؟ الجزائر تعبر إلى النهائي العربي الكبير من بوابة المنتخب القطري 2-1 وبسيناريو مجنون لا ينسى تاريخيا، ومباراة هيتشكوكية كنت حاضر فيها في المدرجات لتواجه الجزائر الشقيقة تونس غدا السبت في نهائي أفريقي عربي خالص. آخر إشي راح نحكي عنه اليوم هو الحكم وال18 دقيقة بدل ضائع التي أسالت كثيرا من الحبر وأججت الرأي العام وأثارت حفيظة الجمهورين القطري والجزائري، بس خلونا نحكي شوي فنيا. أول شيء اللقاء حتى الدقيقة 60 ما كان بالندية والإثارة كما كان اللقاء الأول في نصف النهائي الأول بين تونس ومصر، ولكن النصف ساعة الأخيرة اللي صارت 48 دقيقة تحولت المباراة فيها لوحش كاسر طاغي مرعب رائع جميل خلاب خيالي، ندية وإثارة لدرجة مليون. اللقاء كان تكتيكي جدا وحذر من الفريقين، المنتخب القطري وجد صعوبة كبيرة في الخروج بالكرة من الخلف إلى الأمام، فكان يلعب على المرتدة كسبيل لضرب الدفاعات الجزائرية، يقف في مناطقه ينتظر خصمه، فإذا قطعوها انطلقوا للأمام بسرعة كبيرة وبأقل عدد من اللمسات، بس المشكلة إنه العمق الجزائري كان مغلق تماما وصعب اختراقه. بالمقابل المنتخب الجزائري كان أكثر خطورة واستحواذ وتهديدا للشباك القطرية، ولكن عاب عليهم الاستعجال في اللمسة الأخيرة والعشوائية والعنف من الثلاثي الأمامي، بغداد بونجاح ويوسف البليلي وياسين إبراهيم اللي تلقى بطاقة صفراء مبكرة في اللقاء، كانوا يلجأوا للعنف والاحتكاكات القوية حتى يكسبوا الحوارات البدنية مع مدافعي المنتخب القطري. مشكلة كبيرة عانى منها المنتخب القطري وهي خسارة الكرة بأقدام نجوم الفريق أكرم عفيف وحسن الهيدوس، كلاهما قدم 60 دقيقة سيئة فنيا وتكتيكيا، الفريق يقطع الكرة فيسلمها لهذا الثنائي لأجل الانطلاق بالمرتدة، لازم تمر الكرة من عندهم ولكن للأسف سرعان ما تقطع، أو الأسوأ من ذلك التمريرة تكون ناقصة وضعيفة وتقطع، ما أثار غضب المدرب فيليكس سانشيز كثيرا وفي أكثر من لقطة، وحقه يزعل. ليش؟ لأن المرتدة كانت تكون نتاج صبر كثير في الخلف، فإذا قطعت الكرة هذه فرصتك، فإذا قطعت المرتدة نتيجة استهتار أو تعالي أو رعونة تصرف فكان يغضب غضب شديد جدا. بالمقابل قلب هجوم العنابي المعز علي هداف القارات الثلاث لعب مباراة بطولية، نعم ما سجل، ولكنه من بداية المباراة كالمكوك في كل أرجاء الملعب، يدافع أول لاعب ويقطع الكرة ثم ينطلق فيكون المهاجم الأول، وهدد المرمى الجزائري بأكثر من فرصة حقيقية، يعتب على المدرب سانشيز مبالغته في الدفاع والركون للخلف واللعب على رد الفعل مش الفعل، ينتظر خصمه ماذا سيفعل ثم يتصرف بناء على ذلك، والدليل انه لما يتسجل في مرمى ينتفض ويقدم لوحات هجومية خارقة وممتعة للعين البشرية مثل ما حصل في لقاء عمان، سجلت عمان التعادل فانطلق الى الامام وحسم المباراة براسية مونتاري وابى الخسارة، وهذا اللي صار في لقاء الجزائر، 60 دقيقة في الخلف وتحفظ شديد حتى سجلت الجزائر في الدقيقة 59، هنا انطلق المنتخب القطري الى الامام ورمى بكل ثقل وبغية العودة في النتيجة، فشفنا اداء هجومي رائع، تسديدات بعيدة المدى وعرضيات من كل الجهات تشكل خطورة بليغة على الشباك الجزائرية، وبتذكروا في الحلقة الماضية حذرت الجزائر من اسمين مهمين في المنتخب القطري بالضربات الرأسية، بالاسم ذكرتهم خوخي بعلام ومحمد مونتاري، والمشكلة انتم بتفكروا اني انا محمد عدنان ممكن اعرف بما لا اعرف واهدي بما لا اعلم، لا والله، اول كرة خطيرة كانت رأسية خوخي بعلام، الكرة راحت في الزاوية مع تحليق اسطوري من رايسن بولحي واخرجها، والثانية كانت من مونتاري رأسية موجهة في اقصى الزاوية وهالمرة كانت في الشباك وصعب على مبولحي، شفتهم من الاثنين لا سواهم حذرت منهم، وحذرت من مشكلة الكرات العرضية على المنتخب الجزائري وانه كل الاهداف يتلقاها بذات الطريقة ولازم يلاقي حل، هدفين المغرب وهدف قطر تماما بنفس الطريقة، فلتحذر الجزائر، فالمنتخب التونسي قوي للغاية في الكرة العرضية. بالمقابل خلونا نتكلم عن مكامن قوة المنتخب الجزائري ولماذا استحق الفوز والتأهل. اول شيء هو منتخب قوي جدا وشخصيته شخصية بطل، جودة اللاعب الجزائري فخمة، مثلا الظهير الايسر الياس شتي، هذا اللاعب سلب عقلي والبابي، ظهير عصري خرافي، مهارة وسرعة واختراق وقوة بدنية وركازة دفاعية، وعجبت كذلك بالمدرب مجيد بوقرة كيف عنده القدرة لعمل السويتشات بين الثلاثي الهجومي بغداد وبليلي وابراهيمي. على سيرة ابراهيمي مثلا، ابراهيمي من افضل المراوغين في العالم قاطبة، صعب جدا تقطع منه الكرة، مشاهدته ممتعة جدا، يحافظ على كرته بذكاء شديد ويدور على نفسه وعلى الكرة فيسقط اقوى واضخم المدافعين اللي اقوى منه بدنيا، من اهدأ اللاعبين واركزهم على الاطلاق. يوسف البليلي مدحناه كثيرا في الحلقة الماضية وفاز بجائزة رجل المباراة امام قطر وحاسم المباراة بالهدف القاتل للجزائر. بغداد مشاغب لا يكل ولا يمل ومتعب ومقلق في منطقة الجزاء ولا يمكن تغفل عنه. ايضا بوقرة عمل تبديل جبار في المباراة، سحب لاعب وسط بمهام هجوم
الخرطومية وأقحم مكانه مهدي تهرات، عملاق وتد في خط الوسط الدفاعي، حطم الهجمات القطرية وتفوق في الهواء في جل الحوارات البدنية والكرات الرأسية. في أصعب وقت على المنتخب الجزائري وجدوا تهرات في المرصاد للهجمات العنابية، كسر الهجمات القطرية تكسير. بشكل عام فاز الأفضل في المباراة ووصل النهائي. ما حدث في نهاية المباراة أمر مثير للجدل. الحكم البولندي مارجينياك احتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع. نعم ضاع وقت كثير في الشوط الثاني، إصابات وتبديلات واحتكاكات بين لاعبي الفريقين، بس 9 دقائق كثير. لو احتسب 5 أو 6 دقائق فلن يلوم أحد. أما 9 دقائق فجعلت المدرب بوغيرا ودكة المنتخب الجزائري وكل الجمهور في الملعب ينتفض ويصرخ ويشجب ويستنكر. اللي صار يا جماعة إنه النتيجة كانت 1-0 وضغط قطري مرعب للغاية على المرمى الجزائري، حتى سجلت قطر في الدقيقة 96 وكسر فجن جنون الملعب. الجماهير القطرية في حالة فرح هستيرية، والجماهير الجزائرية في حالة استنكار وغضب شديد على حكم المباراة، واللاعبين للأسف مشاجرات وتطاول بالأيدي مؤسف بينهم. ولعت الأجواء والمباراة وخشينا إنه البطاقة الحمراء تطلع، وخفنا أكثر إنه الحكم يفقد السيطرة على المباراة. طلع أهدأ شخص في كل الملعب وحلف بالله العظيم رب العرش العظيم إنه يزعل قطر نفس ما زعل الجزائر. فبعد الهدف القطري وصلنا للتسع دقائق المحتسبة وقت بدل ضائع، بس الرجل ما صفر، لا والله لا أستنى وأستنى حتى يصير أكشن جديد. المنتخب القطري رضي بالتعادل فهدى اللعب تماما وصار يلعب على الواقف. المنتخب الجزائري عمل نفس تونس تماما في لقاء مصر، ظل يبحث عن الفوز حتى صافرت الحكم. صافرت الحكم تأخرت كثيرا، وصلنا للدقيقة 105 يعني 15 دقيقة من الوقت الإضافي، ووقع لاعب العنابي عبد العزيز حاتم في المحظور. المحظور اللي كنا في الملعب نقول إنه سيحصل. تذكر شو قلت عن خطأ مصطفى فتحي لاعب منتخب مصر وإنه تكرر في لقاء قطر والجزائر؟ الجاني هذه المرة هو لاعب العنابي عبد العزيز حاتم، وهو من أفضل لاعبي البطولة من دون شك، ولكن غلطة الشاطر بألف. كانت الكرة في قدم الخرافي ياسين إبراهيمي داخل منطقة جزاء العنابي في الدقيقة 115. صرنا نقول في المدرجات والنادي ونصرخ ياسين راح يبحث عن ركلة جزاء، إحنا عارفين. والمصيبة إنه عبد العزيز حاتم بيلعب مع إبراهيمي في نفس النادي، في نادي الريان، يعني زميله، يعني المفروض إنه بيعرف أسلوبه أكثر منا إحنا. معقول إحنا عرفنا من المدرجات وعبد العزيز ما عرف؟ ياسين إبراهيمي أوقع عبد العزيز حاتم في شر أعماله ولبسوا ركلة جزاء صحيحة تسجلت في الدقيقة 107، وصفر الحكم مارجينياك في الدقيقة 108 معلن نهاية لقاء تاريخي لن ينسى أبدا. الحكم ظلم الفريقين فما أحد يزاود على أحد رجاء. بدي أقول على السريع إنه مصر ستلاقي قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع غدا إن شاء الله، وقمة المساء هي لقاء الذهب نهائي بطولة كأس العرب تونس والجزائر. والله كلهم عندي سواسية، ومن الآن ألف مبروك للفائز وحظ أوفر للخاسر. البطولة نجحت نجاحا باهرا وهذا هو الأهم بالنسبة لي أنا. أتوقع مصر في المركز الثالث، وأتوقع الجزائر ستتوج بطلا لكأس العرب والله أعلم. بكل الأحوال غدا سأكون في قلب المدرجات وفي كل أرجاء الملعب ضمن تغطيتي مع فريق الفيفا. تابعوا تغطيتي وستورياتي حتكون ورب الكعبة ممتعة جدا. احكوا لي شو توقعاتكم لكأس العرب في خانة التعليقات. رتبوا لي المنتخبات الأربعة قطر ومصر والجزائر وتونس من 1 لـ4. أحلى التعليقات حتاخد قطعا لايك وقلب ونشر كمان. وعد مني إنه نحكي عن أوروبا إن شاء الله في الحلقة القادمة، بس أنتم شايفين الوضع يا جماعة كيف؟ نعيش عرس مونديالي رائع يعنينا جميعا كعرب. ولا تنسوا تربحوا آيفون 13 برو ماكس الآن. انطلقوا لحساب شركة أوريدو في إنستغرام وجاوبوا على السؤال السهل اللي حطيته. رابط حساب أوريدو بتلاقوه في وصف الحلقة تحت وفي أول تعليق مثبت كمان. فجر راس زر اللايك عشان نشوف 300,000 لايك، واقترح اليوتيوب الحلقة لكل الناس. اشترك في القناة يا عزيزي وفعل جرس التنبيهات على كل إشعارات. تابعوا الحلقات السابقة. أراكم على خير أصدقائي، سلام عليكم.